السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم حلوة دوزتي زوينة بزاف، سهلة في المتناول، ما فيهاش شي مقادير اللي هي غالية. عندي اللي كيميز هذه الحلوة هي واحد القطعة ديال الجبن يعني المثلث، وواحد معلقة ديال مربى ديال البرتقال. هنا عندي كما شفتوا فرماجة واحدة ومعلقة ديال المربى ديال البرتقال. يمكن لكم تستبدلوه بدوك الطريفات ديال القشره ديال البرتقال المعسله، كطحنوها مزيان حتى كترجع هكا. كان عندكم توفر يعني المربى ديال البرتقال راه كيتباع، تاخذوا منه واحد المعلقه لان كيكونوا فيه القشور معاه، تيجي زوين في الحلويات. عندي هنا نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندي ثلاثه د المعالق كبار ديال الكاوكاو. هذا الكاوكاو كناخذ ليه بلا قشره، كنحمره في الفران، كنطحنوه وناخذ منه ثلاثه د المعالق. ما نطحنوش بزاف يعني، كتخليوه شي شويه فيه الطريفات باش كتجيكم البنه في الحلوه. عندي هنا اصفر بيضه غيدار في العجين والابيض للتزيين. عندي ربع كاس ديال العنبه ديال الزيت و 125 غرام ديال الزبده لنباتيه ديال العلب. الا غديروا الزبده الحيوانيه غادي تحيدوا الزيت. درتوا الزبده ديال العلب غادي تخدموا بربع كاس العنبه ديال الزيت معاه باش كتجي هي هذيك يعني في الدهون ديالها. غادي نحتاج الدقيق اللي غادي يجمع هاد العجين و 4 غرام ديال خميره الحلويات. اول حاجه غادي نخدم هاد الزبده مع السكر. الزبده كما كنقول لكم ديما خرجوها من الثلاجه، انا راني كنسى حتى كنبغي نصور عاد كنتفكر. دابا غندير اصفر بيضه، البيض غنخليوه للتزيين، وغندير الزيت، ربع كاس ديال العنبه، صافي غادي نخلط هادشي حتى هو. دابا هنا كما شفتم بعد ما طلقت الزبده مزيان والعناصر الاخرين، غادي نضيف هاد المعلقه ديال المربى ديال البرتقال، او كما قلت لكم ديروا القشور ديال البرتقال تيكون معسل، غادي تطحنوه مزيان وكتضيفوه، كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الحلوه، وفي نفس الوقت كتجي معلكه من الداخل يعني ماشي كتجي هكاك مرمله. دابا هنا ضفت هاد القطعه ديال الجبن وكاوكاو كما شفتوا ثلاثه ديال المعالق كبار، صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان. غادي يبقى لي غير الدقيق والخميره، صافي. دابا هنا غادي نضيف الخميره كما شفتوا 4 غرام، والدقيق غنبدا نضيف هكا بجوج معالق وانا كنزيد حتى كتجمع. صافي من بعد ما جمعت العجين دابا غادي نقسمو على جوج ونبدا نطلقو بالمدلوك ونرشمو. صافي دابا غنبدا نطلقها هكا، ما تكونش غليظه بزاف ما تكونش رقيقه، بين جوج بلاستيكات باش ما تلصقلكمش بلا ما تضيفو الدقيق. صافي كنطبعها بهاد المرشم هذا كما شفتو، المهم نتوما الطابع ديرو اللي بغيتو وكيجي بهاد الشكل هذا. بالنسبه للتزيين غادي ندير كما شفتوا هنا، عندي ديك البياض البيضه اللي بقات، وعندي هنا شويه ديال الكاوكاو اللي كيكون كونكاسي راه كيتباع، بغيتو تصوبوه في الدار كتصوبوه غير بديك الطحانه ديال المطيشه، حتى هي ديك الطحانه اللي كتكون كدور كدوروه فيها وكتغربلوه وكتحصلوا عليه. كنحاول ناخذ كل حبه هكا وكندهنها بابيض البيض وكندوزها في هذا الكاوكاو كونكاسي وكنهزوها بهذا الشكل هذا. صافي البنات كما شفتوا هنا من بعد ما رشمتهم ودهناهم ودرنا فيهم داك الكاوكاو، دابا غندخلهم يطيبوا على 180 درجه في الفران يكون مسخن من قبل، غندخلهم يطيبوا من التحت ونحمروهم ونحذو معاهم في التحمر باش ما يمشيش يتحرق داك الكاوكاو اللي درنا من الفوق. غادي يتحمروا ان شاء الله ونشوفكم في طبق التقديم. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتوما شفتوا كيفاش كتجي، كتبقى لا فورم ديالها مزيانه، ني الشكل كيما طبعتوه كيبقى،
وبالنسبه كما قلت لكم التزيين ديروا اللي بغيتوا، ماشي ضروري ترجعوا ديروا كاوكاو في الوجه ديالها، ديروا اللي بغيتوا. حتى الطيب يمكن لكم عاد تخرجوها ودهنوها بشي حاجه. بالنسبه للفران، الفران واحد الحاجه نقول لكم من الاول باش ما تغفلوش عليها، الحاجه اللي كتكون فيها كاوكاو دغيا كتحرق، وحنا بالاضافه للكاوكاو زايدين داك المربى، حتى المربى كيساعد باش الحلوه تقدر تخطف لكم. فغادي طيبوها اللي عنده الفران ديال الضو، طيبها الوسط كما درت انا الوسط باش نوريكم يعني التذهب ديالها من التحت، خصها تجي مذهبه ما تجيكمش محروقه. فهانتوما الشكل ديالها من التحت خصها تجي بحال هكا، يعني ما يجيكمش محمره، يعني ديروها من التحت ديال الفران، غادي ديروها يعني الوسط وتخليو عليها لتحت شاعل، حتى كطيب من التحت تشعلو الفوق باش تحمر كما شفتو. هذا هو التحمر ديالها، راه كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم راه 50% ديال نجاح الحلوه هو الفران، لان الفران جلس وحدها حتى طيب لكم مزيان. بالنسبه للكميه كما شفتو راه جاتني تقريبا 50 قطعه في هذا الحجم اللي درت انايا، درتو شي طابع اخر ممكن كتبقى على حساب نتوما التشكيل ديالكم اللي غادي ديروا فيها. غنقسم معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كما شفتوا نقسم معكم هاد الحبه، هانتوما كما شفتوا الطياب ديالها كيجي زوين الا بقيتو مقابلينها، الا غفلتوا عليها غادي تحرق لكم. وبالنسبه للهشاشه ديالها هانتوما راه كتجي هشيشه بزاف، كتفرتت والمذاق ديالها زوين. والدور ديال ديك الفرماجه اللي كنديرو، يعني غتقولوا واش يمكن ما نستعملوهاش، يمكن لكم ما تستعملوهاش، ولكن كنديروها باش داك الكاوكاو كيجي يعني كتجي البنه ديالو زوينه، حيت حنا الزبده درنا غير نباتيه، والمذاق ديال الفرماج كيعطي مذاق زوين للحلويات. فداكشي علاش استعملتها، وبغيتو تزولوها زوله، ولكن اكيد كتعطي واحد الاضافه للحلوه ديالكم، غير خليوها غتعطي مذاق زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحليوه ونشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.